ترك المكان لهذا الإسلام المتطرف. فما سؤال آخر ممكن باش نختموا به، العلاقات التونسية يعني الخارجية، إلى أي مدى باش تبقى العلاقات بين مصر وتونس فاترة؟ يعني صحيح ممكن هنالك موقف سياسي مما حصل في مصر، ولكن أنا معنا في اعتقاد العدد من كثير من الناس أنه العلاقات على الأقل ما يلزمش تقعد فاترة لأنه عنده مصالح بين الدولتين. هنا نفس الشيء. شوف، أولا العلاقات عادية طبيعية، سفيرهم موجود، سفيرنا موجود، وزير الخارجية باش يمشي لاجتماع وزارة الخارجية في القاهرة. بالنسبة لي العلاقات عادية طبيعية. فيما يخص المواقف التي أثارت يعني التساؤلات وأثارت هذه الأزمة، أنا راني ما وصلتش لهالمكان هذا فاني باش نتذكر للمبادئ اللي أوصلتني لهذا المكان. احنا شعب حوار، احنا نقولوا الحوار هو كل شيء. نحن ندعو إلى الحوار بين الأخوة السوريين، بين الأخوة الفلسطينيين، بين الأخوة يعني بين الأخوة الجزائريين والمغاربيين، ندعو إلى الحوار. ولهذا بالنسبة لنا احنا اليوم الحوار أيضا مطروح في كل مكان ومن جملتها في مصر. شو الموضوع هذا؟ أيضا أنا أقول وأجدد يعني أنه هذا ما هوش تدخل، وإنما يعني الصديق ما صدقك القول. احنا بالنسبة لنا ما ثم إلا طريق واحد لحل الأزمات السياسية اللي هو الحوار. تونس دولة مستقلة ذات سيادة، عندها الحق باش تصدع برأيها في كل مكان. فيما يخص أيضا أنا كما قلت لك قبيلة، أنا إنسان حقوقي وسأبقى حقوقي. إلى بالنسبة لي المحاكمات السياسية لا مكان لها، لا مجال لها في أي مجال. المحاكمات السياسية لا تحل المشاكل السياسية وإنما تعمقها. هذا موقف سيادة متاع الدولة وموقف شخص اللي هو حقوقي. هذا شيء مبسوط علنا، ما فيش نقاش. في نفس الوقت نحن دولة مع دولة، مجتمع مع مجتمع. المجتمعات التونسي والمصري هم يعني مجتمعات شقيقة وقريبة لبعض البعض. يجب تتواصل العلاقات، الدولة يجب تتواصل العلاقات في كنف الاحترام. احنا عبرنا على رأي وعن موقف، انتم ما عندكم رأي موقف مختلف، لكن احنا احرار في التعبير عن موقفنا وبالتمسك بها. نختم ممكن بمستقبل الرئيس السياسي، هل سيترشح الرئيس المرزوقي للانتخابات القادمة؟ شوف، هذا الموضوع طرح علي 20 مليون ألف مرة. أولا خليني نبت في قضية يستقيل وما يستقيلش. أنا هنا الموضوع هذا مش نجوع من مسألة الاستقالة. لا خليني نكلم الأمور مربوطة ببعض، تفصليش. الاستقالة أنا خدمت هالبلاد هذه دائما وابدا من موقف ما هو الواجب، ما هو ماذا يمليه الشرف إلى آخره. يعني خدمتها 20 سنة ولا 30 سنة كطبيب، خدمتها 20 سنة كحقوقي، خدمتها جيت لهنا هذا المكان لأقوم بواجبي. واجبي هو المحافظة على استقرار البلاد. أنت تعرف اليوم هذه ثالث حكومة، الاستقرار بالأساس هو المجلس التأسيسي ورئاسة الجمهورية، هذاك هو الاستقرار. يلزم الهيكلين يوصلوا البلاد إلى المرحلة الختامية. أنا مانيش شايف شنو هي الحكاية هذه نتاع الاستقالة وشكون باش يجيبوا في يعني أنا يحبوني نستقيل ونمشي نعمل حملة الانتخابية وكذا ونسيب شكون؟ أنا هو الرئيس اللي في باش 3-4 شهور يمثل الدولة، يشوف الملفات إلى آخره. شنو الكلام هذا؟ وين صارت هذه؟ شنو مصداقيته وشنو هي قيمته وشنو هي كذا وكيفاش؟ يعني هذا معناه كلام ما عادش يتقال. أنا سأواصل الاهتمام بالملفات اللي هي الجيش، اللي هي الأمن، اللي هي الإشعاع تونس الخارجي، اللي هي الدفع للحوار الوطني من وراء الستار إلى آخره إلى آخر لحظة، لأن هذا ما يملي علي الواجب. مصلحتي الشخصية فعلا، أنا كنت توا قارئة فنجان تجي تقول لي اسمع راهو إذا كانت تستقيل وتمشي تخدم خدمتك وتعمل حملتك الانتخابية راك باش تنجح في كذا كذا، نقول لها بري بنيتي بارك الله فيك، أنا باش نواصل مهمتي حتى لآخر لحظة، لأن هذا ما يملي عليه الشرف والواجب. الترشح ما ترشحش، هذا وقت اللي يخرج القانون الانتخابي، وقت اللي تتضح الصورة السياسية، وقت اللي يعلن عن الترشح. أنا ذاك يعني من بعد الاستشارة وبعد كذا كذا حق من حقوقي تو ناخذ لكل حدث حديث. تفضل. يعني في كل الحالات يعني باش تواصل صلاحياتك ومهامك حتى لاخر لحظه وهنا تاكيد للكلام اللي كنت دائما تقول فيه انك باش تسلم كرسي الرئاسه الا الى رئيس هذا يجب يكون معطى ما عادش نجم تناقش فيه. اللي يعاود يطرح الموضوع معناه يضيع في وقته ويضيع لك في وقتك. يشيح في ريق ويشيح هكذا شيحت لي ريقي تو كان المفروض انه الموضوع هذا ما تطرحش. قلت قداش مره لازم الناس تقولها كلها تبني على أساس هذا الموقف وانتهى الموضوع. شكرا جزيلا، أشكرك سيد الرئيس محمد مصف. نجمش أقول كلمة للتونس؟ تفضل.
كان تسمح لي تفضل. نحب نبعث رسالة يعني للطبقة السياسية. طلع شعار كمل جميلك في بلاد أخرى، أنا أقول للطبقة السياسية كملي جميلك على هالبلاد. كيفاش تكملي جميلك؟ يعني خلينا المرحلة الانتخابية اللي تمشي تكون صراع أفكار، صراع برامج، في كنف الاحترام، فهمني، باش نبهروا العالم بانتخابات أو حيك السؤال ساكت. خليني أكمل. إذا أنا للطبقة السياسية أقول كملي جميلك، والإعلام نقول له كون على جزء من الإعلام، راه أنا الأوان باش أيضا أنتم تساهموا في هذه الصورة المشرقة لتونس. للشعب التونسي نحب نبعث له رسالة، رسالة بسيطة، نقول له راهو ثلاثة كلمات. الكلمة الأولى هي يعني الفخر ببلادك، راهو الناس كلها تنظر لنا باحترام باعزاز بتبجيل، ولهذا يا توانسة كونوا فخورين بأنفسكم. الفقر وشفت الميزيرة وكذا كذا، والناس ملت من الانتظار كذا، لكن حالما إن شاء الله يعني تنتهي هذه المرحلة الانتقالية، الآلة الاقتصادية باش تدور والخير موجود في تونس، احنا الآن على الطريق. كلمة ثالثة المسؤولية، هالبلاد هذه مسؤولية الجميع، مسؤوليتي ومسؤوليتك ومسؤولية رجل الإعلام ومسؤولية رجل الأمن ومسؤولية الجيش، مسؤوليتنا الكل، كلها في رقاب. إذا ثلاثة كلمات نحب التونس تحطوا، الكلمة الأولى الاعتداد أو الفخر، ثانيا الأمل، ثالثا المسؤولية. أنت أحيت لي ممكن معنا قبل ما نخدم بسؤال، هنالك معناها بعض الانتقاد اللي شخصك سيد الرئيس في مسألة أنك ساعات في بعض المواضع، مثلا في انتقادك ساعات الإعلام، ساعات البعض المعارضين اللي تشوفهم أنت ممكن متشدين أو متطرفين أو غير ذلك، أو ممكن يساهموا بشكل أو بآخر في أنهم ما يخليوش عجلة البلاد السياسية والاقتصادية تدور، هنالك انتقاد يقول لك علاش رئيس الجمهوري ما يكونش رئيس لكل التونسيين ويتقبل الانتقاد من المعارضة، يتقبل الانتقاد من الإعلام الممكن معناها برشا انتقادات أنت عندك للمجال هذا، وبالتالي فما هنالك من يقول أنه رئيس الجمهورية ساعات ما يكونش رئيس للتونسيين الكل ويمثل فقط التريكة. هذا غير صحيح، أولا لأني لو كان حبيت نتابع يعني للصحفيين اللي كتبوا واللي شتموا وتعرف ايش قال وش رأي القضايا بالمئات، لم أتابع صحفيا واحد. هذا غير ثانيا هالمكان هذه البلاصة هذه يدخلوها التونس الكل من كل المأمل، يعني من كل المشارب السياسية، اللهم إلا من يرفض دعوتي، يدخلوها المواطنين من كل الجهات، يدخلوها السياسيين من كل الجهات، بابي مفتوح للناس الكل، قلبي مفتوح للناس الكل. وبالعكس أنا نعتبر نفسي الآن هو مسؤوليتي هي أن نحامي على حقوق المنقبة، ونحامي على حقوق المرأة الأخرى اللي هي يعني ماشي في نمط الحياة مختلف تماما. مهمتي هو أنه يعني نحافظ على الدم التونسي أيا كان إلى آخره، هذه مهمتي، ولهذا أنا قائم بها بقدر طبيعة الحال. البشر ما له إلا بشر، لكن وقت اللي يجي تشوف موضوعيا تشوف ستجد انه الكلام هذا ليس له نصيب من الصح. شكرا جزيلا، اشكرك سيد محمد يوسف المرزوقي رئيس الجمهوريه، واشكركم كل المواطنين وخاصه على هذا اللقاء الحصري والخاص للتلفزه التونسيه. اشكركم مشاهدينا الكرام، الى اللقاء في لقاءات خاصه اخرى باذن الله.